الحقيقة لما بنتأمل المواهب اللي ربنا إداها لكافة الحيوانات والصلاحيات والحواس الإضافية والقدرات الخارقة، بنكتشف إن في وراها حكمة. يعني النحلة مثلا اللي هي بتشوف الورد فوانيس وأباجورات، في الواقع ده وراه حكمة. ليه؟ لأن الوردة بالنسبة للنحلة هي رحيق الحياة وهي رغيف الخبز بالنسبة لها، فالورود هي حياتها، فكان لازم إن ربنا سبحانه وتعالى يديها وسيلة خاصة بحيث إنها تشوف الورد جذاب وأخاذ ومنور ومتوهج بالشكل ده. النحلة عندها عمى ألوان بخصوص اللون الأحمر، لكن هي تشوف باقي الألوان أحسن مليون مرة مننا. هي بتشوف الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تكون النتيجة إن كل الألوان بالنسبة لها تبقى متوهجة. هنشوف هي إحنا بنشوفه كده، شوف هي بقى هتشوفه إزاي، ألوان متوهجة كده. ليه بقى؟ عشان هي بتشوف الأشعة فوق البنفسجية، ورؤيتها لفوق البنفسجي بيوهوج الألوان.